شهدت منظومة الشهر العقاري وتوثيق عملية تطوير نوعية وطفرة غير مسبوقة من خلال محاور متعددة، سواء على صعيد التوسع الجغرافي أو ميكنة ورقمنة الخدمات. وفي هذا الإطار أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن عدة انفوجرافات تسلط الضوء على الضمانات والمميزات المتعددة في قانون الشهر العقاري الجديد، وطفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين في الجمهورية الجديدة.